الحمد لله في الحرم كل يوم. من كم سنة بالضبط؟ تقريبا توصل 60 سنة ولا أكثر؟ لا يا شيخ أشكل أكثر أشكل. أقول لك على مدة عبد العزيز وأنا أشتغل هنا بريال فلا. من ذيك الأيام وأنت كل يوم في الحرم وأنا ما قد غبت ولا يوم ولا غبت ألا كان ألا كاني مريض. كاني مريض أقعد في بيتي ما أروح مستشفى. ما أروح مستشفى أبدا أقعد في بيتي لأن الله يشفيني. الزمان القصة اللي جاتني قصة عجيبة. أعطينا قصة عجيبة حصلت لك في الحرم. أنا هذا السنة زقني واحد عند باب الكعبة. نعم. وأنا حالتي تعبانة يعني فلم ما شوف. وأنت مريض. ما لا ما شوف. ما تشوف. زقني وطحت على جنبي وانشقت الورد. لا إله إلا الله. لما انشقت الورد قديش ما كفي في يدي ولا ما قطعها خلاص غير شال وطرح. شالوني للحجر وما قصر والعسكر جزاهم الله خير. شالوني وصليت الفرض وأنا قاعد ودوني البيت من البيت ودوني المستشفى عيالي ولا أنا ما أدري عن نفسي ولا رمضان مقبل باقي ثلاثة أيام. قلت يا عيالي مقبل رمضان والمستشفى يرمون هذه المخدرات ديك وش اسمها مغذيات مغذيات ولا قال لا أبصوم الحين تفطر بعدين تفطر. طيب بس غلق برنامج وروح شيل شيل أوراقه. قال إيش؟ قال هارب. قلت هاربين مرة. أنا ميقن بالله إن الله يشفيني وشالوني وشالوني وريدوا على متكينة. ليه رجعني البيت؟ يوم رجعني البيت وأنا أخذ أمان الله بيبا تمنيت إني بس أقعد سبب أشي ما أخذني. بعدين إن الحمد لله صبرت ليوم 21 في رمضان لو صلي الفرض الجمعة وقاعد سبحت وجاتني النعش كذا وأنا متكي كذا النعش وجاني واحد قلت حياك الله يا أبو فلان. قال أنا ماني أبو فلان على التوب عمر ما شفت من الحمشي وجاء ولصق على جنبي هنا على يساري هذا يشهد الله ولبى وجهه زي ما نفكر أنا لقعدت ما قلت إلا مستقبل اليوم. وجاء ودخل واحد وأنا نظر بس كنت جديد ويوم إني صحي قلت يا رب أيقن قلبي إنه ملك. قلت يا رب يا جابع العظمة كثير أجبر لي عظمة وبشرك من ما بين صلاة العصر والظهر وأنزل المسجد أصلي. خليك مع الله يا عبد الله ينجيك الله من كل ذنب وينجيك الله من كل ذنب وينجيك الله ولا دعيت يستجب لك ولا انتخيت يعينك ولا طلبت يعطيك ما هو بخيل يده مبذولة بالعدى بالعطاء أنا الليل وما النهار. الله أكبر يا أخي تفكر يا أخي اللي سمع الله سبحانه وتعالى سمع دعاء ذنون في بطن الحوت واستجاب له وانجاه. وتفكر فأيوب اللي مسها المرض لين حتى الدون مشى على شفت قال ربي إنما السن يضر وانت ارحم الراحمين. ما قال ربي اعطني عمارة ولا عمارتين أشفاه الله. الله أكبر. وهذاك جاه الله دعوه وهم يجرون عنه وهو أقرب إليهم من كل شيء. تفكر يا عبد الله في أمور كثيرة. تفكر أخواني أيها الأخوان تفكروا كيف الله جمل الأرض بجبالها وبوديتها وبنهارها